رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. للدرس بيش صفحي صدو بستويك كتي أوك متعلق حرف ب مجرورة كي بلين أو دقل مذهبي خدي مصنف جلباري استعارة مصرحة دانا يتوى لأن المتروك يجب أن يكون هو المشبهة سواء كانت الاستعارة أصلية أو تبعية. شن بنا بمذهب مصنف لاستعارة مصرحة دا واجبة مشبهة كحذف بكري حليب يسونا تحالك دا ليردا مشبهة من مجرورة كي وحذف نكراوة بخوشي بيوا استعارة مصرحة يعني وأني استعارة مصرحة بيت بناء بمزاي مصنف ده مشبه حذف بكري ده حالك ده حذف جنك راوا فزاو ده قال مزاي بخودي مصنف جنا يتوا البتة وان توضح ده فقد من يكشتم اشتباكت ك أو دلد مشبه حذف ذكره مشبه به باقي ده من الاستعارة المصرحة ده مصنف أمن كتم خودي مشبه به كباقي دمنه او نابت استعاره استعاره مصرحه كبلان با خودي او دبت استعاره مصرحه كتم استعاره بتشبيه بتشبيهك كمخفيه لدلدا بويدلن او استعاره مكنيه او لم تكتشو بس هو تشم يعني لبير من ابو بتساكي والا مذهبي مصنفي لبار استعاره مكنيه دا او كبتشبيهك كمخفيه لدلدا بويدل استعاره مكنيه لا الاستعارة مصرحة دا هروية كمشبه حذف ذكري مشبه به باقي دمينة بلان بمعنى مشبهية بويدلن استعارة مصرحة حالي بيتونا زا أوزار استعارة بجوري كديك تقسيمي دكا باعتبار كديك بشيوي كديك غير الشيوكاني بيشي والاستعارة باعتبار آخر غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظي ثلاثة أقسام استعارة باعتبارك ديكا غير اعتبار دو طرفين غير أويك دو طرف اعتبار بكري يا جامع اعتبار بكري يا خدي لفظ مستعارك حالي بيتونا باعتبارك ديكا استعارة تقسيمكين سي قسميها بوشي لأنها إما أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار له أو المستعار منه أو تقترن بما يلائم المستعار له أو تقترن بما يلائم المستعار منه ويسي قسميها بنا بو تقسيميك الآن ديخينين شنكو يان استعارك يان مقارنة دقل شتك كملائم مستعار له يا وانيا يا مقارنة دقل شتيكي كملائم مستعار منه يا مقارنة دقل هجيك لو دوانا نملائم مستعار له نملائم مستعار منه كو بيدل مطلقة يا مقارنة دقل ملائم مستعار له كو بيدل مجردة يا مقارنة دقل ملائم مستعار منه كاو بيدلن مرشحة فالأول مطلقة قسم أول كبيدلن استعارة مطلقة استعارة مطلقة بس تعريفك أوي وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه حالي بيسونا استعارة مطلقة استعارة كمقارن نبيت ندقل صفتي مستعار له مستعار منه ندقل تفريعي مربوط بودوانا مقارن نبيت ندقل صفت ندقل تعريفي كلا تفريعي كلام استعارة نصفتي دقل دابيت نتفريعي كلامي دقل دابيت لو صفة مما يلائم المستعار له والمستعار منه لو صفة لو تفريع كلامانيك ملائم مستعار له بي يا ملائم مستعار منه بي هجيك لواني دقل دا نبي او اختي بيدلن استعاري مطلقة
نحو عندي أسد، مثالك يوكو عندي أسد. الآن ليرا أسد بمعنى رجل شجاع، استعاريك مصرحية، وانيا مستعار منه يكا شيرا، مستعار له يكا رجل شجاع، وانيا عنديش قرينيا عندي أسد حليبو يسونا بقرينيا ويك متكلم دلد أسد للاي منا حليبو يسونا بعيد شكشيري حقيقي للاي متكلم بيت بوي راد زانين كأسد بمعنى رجل شجاع. بس عنديش قرينيا كوابو خدي أسد استعارية هيتشتيكي كملائمي رجل شجاع بيا ملائمي شير بيت لقل استعارة كذا ذكر نكراوة نصفة نتفريعي كلام حالي بويا سونا فرقي أو دوانج لتسيدة أو بيدالا استعارة مطلقة لأن أسد استعاريك مطلقة حالي بويا سونا جدا لا استعارة ولا قرينكا استعارة وقرينة استعارة هتشتكي كملائم مشبه ملائم مستعار لهوي يا ملائم مستعار منه بيت ذكر نكراوة لقليدة أو بيدل استعارة مطلقة. فرق بين الصفة تفريعي تفريعش فرقا لتسيدا يا صفة أويك كإدامي كلامي بيشي يا إدامي أو كلامي كاستعارة كيتي دايا صفة بوي دلن حالي بوي سونا صفة جدانية لو كلامي كاستعارة كيتي دايا بلام تفريع كلامك مستقلة تفريع كلامك مستقلة كبجدا لو كلامي استعارة تدايا بجدا لو دهندريت بلام مربوطة بوي حالي بوي سونا يعني متفرع لوي مبنية لسروي حالي بوية سونا مثلا مثال دينيتا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى كاشتروا استعاري تدايا دعا دالة فما ربحت تجارتهم أو فما ربحت تجارتهم بخوي كلامك مستقل جدايا فيكش في تفريع هيدي حالي بوية سونا لرم منزل لصفتش نعتي نحوينية فقط حالي بوية سونا صفتك كملائم مستعار له بي يا ملائم مستعار منه بي لقل استعارة كدا نابي بيت لاستعارة مطلقة دا منزل الصفات فقد نعتي نحوينية أديتشيا والمراد بالصفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير لن نعت النحوي فقط دوي الذي هو أحد التوابع مراد للصفات لو عبارتي بيشدا صفتي معنوية حالي بيه سونا صفتي معنوي أويك معنايك قائمي بالغير بيت لفظك معنايك قائمي بالغير بقيني حالي بيه سونا جا چه أو لفظيك معنى قائمة بالغير كدقيني نعتي نحوي بيانا خبر بي حال بي لن نعت النحوي فقط من مراد فقد نعتي نحوينية كيكك لتوابع حالي بيه سونا أو استعارة مطلقة أو جار استعارة مجردة والثاني مجردة قسمي دوام استعارة مجردة أو بتشي دلن وهي ما قرن بما يلائم المستعار له استعارة مجردة شابوية بيدلن مجردة يعني مجردة لمبالغة وانيا بتشي دلن استعارة مجردة أويك استعارك مقارن بيت دقل شتيكي كملائم مشبهك مشبه كما مستعار لهويا حالي بيه سونا استعارك ملائمك مشبهي دقل دابير وكوتي كقوله غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال غمر الرداء خبر ابو مبتدائك محذوف كهويا وانيا يعني هو غمر الرداء
غمر الرداء إيش دوام بخوي معناه دكاتو يعني كثير العطاء أي كثير العطاء حالي بيتونا أو إنسان ممدوحا عطاء بخشش زورا إذا تبسم ضاحكا زمانك ك تبسم دكات لحالي بيكنين دا لحالي شروع ببيكنين دا وقتك كتبسم دكات غليقت لضحكته رقاب المال بخاطري بيكنيني وي بخاطري بيكنينكي قردني أموالي وي محكم دبستريت حالي بيتونا يعني تشاو لپیش دا خلق دین شتیگ لمالی وی هل دگرن ولی نازانن که او پی خوش یاننا بلام دوه که پی دکنی دزانن پی خوش او جار بتوندی مالا که دگرن او جار ایدی بتوندی مالا که لنیو دستیان دا بتوندی دیگرن حالی بوی سونا اذا تبسم ضاحکن غلقد لضحکته رقاب المالی رقاب جمعی رقبه با گردن دالنی دی وانیا وقتی که تبسمی کل حالی شروع با پیکنین دا لبرخاطری پیکنینی وی گردنی اموالی وی لدستی خلق داده بستره حالی بوی سونا یعنی گردنی اموالی وی لدستی خلق دا محکم دا گیریت گردنی اموالکی محکم دا گیری لدستی خلق دا حالی بوی چونا یعنی کابرایی دی مطمئن دبید که پی ناخوش نیا ممدوحا که پی ناخوش نیا که خلق مالی وی ببن الان لیره غمر الردائی یعنی چی ای کثیر العطائی لیره ردا بمعنی عطایا حالی بوی چونا الان وزهی شبه کش بازدکا غمرج بمعنى كثير زور استعار الرداء للعطاء لرى الشاعر لفظ الرداء بمعنى عطاء وبخشش باستعارة ورقتوبوتي بمقر زامعي مشترك وزهي شبه لبيني أودوانا داتية مقر ولا بويا لفظ الرداء بعطاء وبخشش بأمانة ورقتوبوتي سنكو شباهت هي لبينيان دا لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه سنكو عطاو بخشش احترام آبروي شخص عطا كنندك حفظ دكات وانيا عطاو بخشش آبرو احترامي صاحبي عطايك حفظ دكات هر وكو چون ردا وانيا او ردا و لباسيك بسر شان دايد دن هر وكو چون لباسي ردا حفظ دكات او شتيك ردايك قرار ددري بسر ويدا وانيا پس هر دوكان سببي حفظن حالي بيه چونا ردايك سببي حفظي بدنا سببي حفظي اوشتي كرداك بسري داد ادري لسري داد ادري عطا وبخششكش سببي حفظي احترام وابرويا حالي بويا سونا ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء البتنا ثم وصفه هر وصفه بفعل بخنوا ثم وصفه فزوى الرداء استعاركيا بمعنى عطايا دوايا غمرج بمعنى كثير عطا مشبه بو رداك مشبه به وانيا دي باشا الآن غمر بمعنى كثير ملائمي عطا وبخششيا يا ملائمي ردايا ملائمي عطا وبخششيا عطا وبخشش دلن زورا حالي بيه سونا معمولا وادلن ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء پاشان ردايكي وصف دار كردوا ردايك بمعنى عطايا بمعنى عطا وبخششة أي وصف دار كردوا بغمر بكسير بون حالي بيه سونا كسير بون
مناسبتي دقل عتاو بخشش عينك دقل ريدا بوشي واي كردو تجريدا للاستعارة وانيا بوشي واي كردو ولا بويك تجريدك بو استعارة كبيني حالي بوية سونا بويك تجريدك بو استعارة كبيني تجريد بچي دلن با ملائمي مشبهي حالي بوية سونا تجريد بملائمي مشبهي دلن خود يو استعاري كملائمي مشبهي دقل دايا بيدلن استعاري مجردة ملائمك بيدلن تجريد حالي بوية سونا ادي قرينة سيا والقرينة سياق الكلام اعني قوله اذا تبسم ضاحكا غليقت لضحكته رقاب المال قرينة لسرويك لفزي الرداء بمعنى عطاو بخششة قرينك سياق كلام ادامي كلام وان سياق كلام منظوري من سياق كلام ادامي بيت شعركيا كشاعر دلت اذا تبسم لاحكا غلقت لضحكته رقاب المال او با ادامي بيت شعركا را معلوم دبيت ك لفزي الرداء بمعنى عطاو بخششة چون لا ادامه دا باسي مال دكات حالي بو يسونا باسي لباز ناكا باسي مال دكات لإدامة دا شاعر كتويتي هر وقتك أو ممدوحية بيدا كاني قردني أمواليوي محكم دا جيري لدستي خلق دا محكم دا بي لدستي خلق دا أي لاحكا أي شارعا في اللحك آخذا فيه وانيا يعني شروع دكابا لحك لو حالي داك شروع دكابا لحك شروع دكابوي شارعا في اللحك آخذا فيه وانيا أخا بويوا معناي دكاتوا چونكو تبسم لا پیکنینه کی چوکه یعنی لله کی کمتره اولی پیکنینه حالی بیه سونا پیکنینی لله کی کامل کمتره لله کی تواو بویا لله کی وا معنا کردو تواو بویا که دقل تبسم زداتی نبی حالی بیه سونا او بیتی اول مصرعی اولکیتی غمر الردائی اذا تبسم لاحکن مصرعي دوامكشي أوي وتمامه غلقت لضحكته رقاب المال أي إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين وقتك كاو ممدوحيا تبسم يدك أو بيدك ني قردني أموالي وي محكم دقيري لدستي سؤال كاركان دا حالي بيسونا إدي دزانن كممدوحك رازية يقال غلق الرهن في يد المرتهن غلقي معنى ذكته إذا لم يقدر على انفكاكه إذا لم يقدر زميرا كيبو راهن دقرته راهن كي كلا رهن فهم ذكره مثلا غلق الرهن في يد المرتهن يعني رهنكا لدستي رهن ورقريدا بسترا محكم بسترا رهنك محكم بسترا حالي بيه سونا چه وقته كي وادلن زمانه كي كا رهن قزارندكا راهنكا قدرتي نبر لسر فكي رهنكا حالي بيه سونا قدرتي نبر لسر لابردني رهنكا مثلا رهنك داناوا وانيا قرار وايا راهنك رهنك داناوا بسبب يويك قرز دارا قرار وايا لا فلان وقته دا قرزك بداتوا بلان دو اقا نيتواني ادي دلان غلق الرهن في يد المرتهن دلان رهنك لدستي مرتهن دا بسترا وانيا يعني لدستي ويدا وانك لدستي ويدا جيجير بو تازه لدستي نات دري براحتي حالي بيه سونا او نسيوتي عادتي خلقي زماني جاهليات بويدين
که اگر کابرا لوقتی خوی دا نیتوانی با قرز بداتوا وانه که البته خو هلا اسلامش دا رهن هایی دی بلام اوه هر لا زمانی پیش اسلامش دا و عادته ها بولنی و عربه کنده حالی بوید سونم پس به معنی قرار گرتن به محکمی و نیا و نیا دل غلیق الرهن فی ید المرتهن یعنی رهنکا به محکمی قراری گرت لدستی مرتهن دا به محکمی ایدی براحتی لدستی نات در یا مثلا لو بيت شعرش دا غلقت لضحكته رقاب المال وقت يقو ممدوحة تبسم يدكات بخاطري بيكنيني وي قردني أموالكي محكم قرار دقري لدستي سؤال كركان دا محكم قرار دقري حالي بو يسونا ليرا بس قرينك إدامي كلامك يا وانيا خودي الرداء استعارية غمرو تجريد وملائم مشبهية كهمان عتاو بخششة حالي بو يسونا اوج استعارية مجردة قسم سيوم ما وتوا كاستعارية مرشحي بيدا كتري والثالث مرشحة قسم سيوم استعارية مرشحي بيدا لن او بچي دا كتري وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه مرشح يعني مزين حالی بیه سونا بویه پیدالن استعاره مزین چونکو لا استعاره کده ملائم مشبه بهی ذکر دکره وقتی ملائم مشبه بهی ذکر بکره پس زیاتر ادعا کرا و که مشبه که عینی مشبه بهیه اگه به مبالغه قوی تر دبی مبالغه زیاتر دبی در نتیجه استعاره که مزین دبی جوان دبی استعاره که چون زیاتر ادعای ویدکری که مشبه عینی مشبه بهیه حالی بویا چونه استعاره مرشحش تعریفه که اویا استعاره کی که مقارن به دگل ملائم مشبه به و کچی مثال که نحو اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أو جماعتيك جمراهيا عوسكرت بهداية وانيا جمراهيا كري بوسيلي داني هداية وانيا بجيغاي هداية يعني لذا اشتروا استعارة بمعنى بدلويا يا بمعنى اختاروا حالي بيه تسونا او كسانيك قمراهيا بهداية عوز كرت حالي بيه تسونا يعني قمراهيا اختيار كرت قمراهيا بهداية عوز كرت حالي بيه تسونا قمراهيا بهداية عوز كرت يعني هدايتيا دا قمراهيا ورقرت حالي بيه سونا اشتروا الضلالة بالهدى يعني بدلوا واختاروا الضلالة بالهدى حالي بيه سونا فما ربحت تجارتهم او تجارتكيان سودي نكردوا تجارتكيان سودي نكرد ليرا شونا ليرا استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار ليرا اشتراء بو معناي لفظي اشتراء لفظي اشتروا بو معناي غورين وبو معناي انتخاب كردن باستعارة ورقيداوة ثم فرع فزا قوابت استبدال واختيار يا تبديل واختيار استبدال واختيار يا استبدال وانتخاب دبتا مشبه اشترا دبتا مشبه به وانيا دوايا ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء پاشان تفریع هندراوه لسروی استعاره یا وانیا
تشتك بتفريع هندرا ولا شتكي كا ملائمي مشبه به ملائمي اشتراكيا أو بتفريع هندرا كهمان من الربح والتجارة همان سود كردن وتجارته وتم من الربح من نفي الربح نفي سود كراوة لك خدي الربح أو ك همان فما ربحت تجارتهم الآن أوا مربوطة باشتراء يا مربوطة ب أو تفريعة كيندرا وشتيكا كمربوطة باشتراء دي بس ملائمي مشبه به يا كيا وانيها كابو بيدلن ترشيح استعارة كش بيدلن استعارة مرشحة حاليبون سونا وقد يجتمعان أي التجريد والترشيح جاري وأود أنا بيكا وكودبنا وتجريد وترشيح وكوتي كقوله لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أزفاره لم تقلمي مثالك وكو قول شاعر كشاعرك الزهير بن أبي سلمايا وانيا زهير بن أبي سلمى وانيا لدى أسد يعني أنا لدى أسد دي مبتداك كأنا يحذف كراوة وانيا للاي شيركم للاي شيرك بومكا للاي شيركم كا تام السلاحة سرتاباي بدني السلاحة حاليبون سونا مقذفي شير يعني رجل شجاع مقذفي كزور فريدرا وبوني وميدانا كاني شر وبوني وحوادث له لبد أصفاره لم تقلمي ويالهايكي هيا ونينوك كانشي هج وقتك نكراوا جاتو أوانا يقبيك بالرسيبك بزانة تجريد يا ترشيحة حالي بيا سونام خدي أسد استعارك بمعنى رجل شجاعة رجل شجاعة مشبه شير مشبه به أسد قرينة كتيا لدى أسد أنا لدى أسد حالي بيت هنا أو قرينة كيدي شم معلومة متكلم للا الشريك حقيقي نابي بعيدة هز منزول لأسد رجل شجاع بلام أو كلماني كدواها تنشاك السلاح مقذف له لبد أصفاره لم تقلمي أو أنا تجريد يا ترشيح أجا ملائمي مشبه بن تجريد ملائمي مشبه به بن ترشيح شاك السلاح هذا تجريد شاك السلاح تجريدا بو شم ملائمي مشبه يا ملائمي رجل شجاعة رجل شجاعة ك مسلح دبي حاربية سونا بوسي لأنه وصف يلائم المستعار له أعني الرجل الشجاع شونا وصفتك ك ملائم مستعار له يا ملائم مشبه كهمان رجل شجاع مقذفي مقذف أدي أويش وانكا أويش هر أجر أو زوري من معنام كرده ومقذف يعني فريدرا وزور فريدرا وبوني وحوادث وبوني وقايع بوني وحوادث وبوني ميدان كان شر ليش أوى رجل شجاع ك زور توشي ميدان شر وتوشي حوادث دبي حالي بيت سونا ديسان أو وقت شهر تجريدا حالي بيت سونا البتة أجر أوج معنى كأنه مقذف يعني قلو يعني قشتي بيد أدراوا در نتيجة قلوة أو وقتي ملائمي هردوك يعني خنسايا أو وقتي حالي بيت هنا شن إنسانش قلو دبي شيرش قلو دبي أو وقتي خنسايا نا تجريدا نا ترشيحة
ملائمی هەردووکیانە، یەکێکیان بەتەنێ نییە، یعنی نە تەجریدە، نەک بڵێن یەکێکیان نیە، هەر هیچیان نیە، نە تەجریدە نە تەرشیحە. حاڵی بوویە چۆنە؟ خونسایە. له لبد، ئەوەش مەعلوومە چیە؟ له لبد، یاڵی هەیە. لبد جەمعی لبدەتیە، بە یاڵی شێر دەکوترێ دی. وانیە مەعلوومە ئەوەش تەرشیحە، ملائیمی مشبه به. لم تقلمي، لم تقلمي لرا بو بو نفي مبالغة نية. حليبو يسونا بو نفي مبالغة، لم يعني زور نينوكي نكراوة، بلان بعض وقتك نينوكي كراوة. حليبو يسونا او معنى ناكينوا دلين لمكه بو نفي مبالغة نية، بو مبالغة لنفي دا. حالي بو يسونا لم تقل مبالغة لنفي دا، يعني لم تقلم، يعني هج وقتك نينوكي نكراوا. وانيا او معنى نا كينو مبالغة نفي كينوا، اخا خودي بابي تفعيل مبالغة دا جينيد دوا لم داخل بو سري زائرا دا مبالغة نفي كاتو، يعني زور نينوكي نكراوا، ولی بعض وقتی کراوه نینوکی، ولی اموا معنی ناکی نوا، سنکو شیر هیچ وقتی کار نینوکی ناکری. وانی ها اما دلین معنی که اویا لم تقل مبالغه لنفیده، یعنی نینوکی نکراوه جا هیچ وقتی. حالی بوی سونه مبالغه که دعای ده نظر ده گرین. وکسون وما ربک بظلام للعبید، لوش دعوای دی پیش خیندونه، لو خو نف خو بو نفي مبالغة، يعني مبالغة نفي كاتا خدا زور ظلم ناكا، ولي كمك ظلم دكا منظورة ونيخو، بلكو اوا مبالغة لنفي دا، نك نفي مبالغة بيت، مبالغة لنفي دا يعني هيج وقت ظلم ناكا. وانيا معناك اوا معنا دكريتا ودي لي رجوا معنا دكريتا، يعني هيج وقتك نينوكي نكرا، ودي اوي كي هيج وقتك نينوكي نكرا شركه دي بعيده انسان هيج وقتك نينوكي نكرا، لان هذا الوصف مما هذا ترشيح او ترشيح ايدي معلومه، لان هذا الوصف مما يلائم المستعار منه، اعني الاسد الحقيقيه، هم له لبد هم اصفاره لم تقلمي، هر دو كان ترشيحا، شكو أو صفتي لو صفتان كملائم مشبه به، يعني شيري حقيقي. لبد بشيدلا، واللبد جمع لبدة، وهي ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه. جمع لبدة با أوشتيك بيتشي خواردو ولا موي شير ورجاوة بسر شانا كاندا بويدلا. والتقليم مبالغة القلم، وهو القطع، مبالغة لقلم دا لريشي قلمي كقلم جمعنا قطع برينة. والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد، ومن جمع التجريد والترشيح. ترشيح مبالغة زياتري تدايا، يا حتى بلاغتي زياتري تدايا، ترشيح بلاغتي زياتري تدايا، بلاغتك قويتري تدايا، بالنسبة إطلاق وتجريد، وبالنسبة جمع كرنوي تجريد وترشيح شبيكوا. حالي بيه سونا بوسي لاشتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه، شنكو ترشيح مشتملة بسر، مشتملة بسر تثبيت مبالغة لتشبيه دا. حالي بوية سونا يعني مبالغة لتشبيه دا تقوية دكات. حالي بوية سونا مبالغة لتشبيه دا تقوية دكات بو جاري هر دفعي أول كا أتو لدواي تشبيهك هاتوية استعارد أنجام دا، أو بخوي مبالغة يك دقيني، بلام دوايا كأتو دي ديسان
لەگەڵ استعارەکەدا ملائمێکی مشبه به دێنی ترشیح بە ملائمی مشبه به دەڵن وانە ئەوە زیاتر مبالغە دەکەی لەوەیدا کە مشبهەکە عینی مشبه بهە وانە یعنی زیاتر ئەو ئیدعای دەکەی چون هاتوویە ملائمێکی مشبه به هێناوە حاڵی بویە چۆنە لأن في الاستعارة مبالغة في التشبيه بو يدلين مبالغة كتقوية دكا ترشيح بو مقر بيش مبالغة بوجود هاتوا اج دلاري والله بخودي استعارة كمبالغة بوجود هاتوا بو يدلين تقوية دكا چون لا خودي استعارة دا مبالغة لتشبيه دا هيا واني چون شاوتو لاستعارة دا دوای اوی که دی مشبه به مشبه بهی تشبیه دکی دوای دی با مشبه که لفظی مشبه بهی بکرده بی وانی ها یعنی به نوع ادعاد کردو که مشبه که عینی مشبه بهی یا بوی لفظی مشبه بهی استعمال کردو بوی حالی بوی سونا فترشیحها بما یلائم المستعار منه تحقیق لذالک و تقویت وانی دوای اوی که لدرجه اول دا بخودی استعاره مبالغه یک پیدا بو دوایا وقتی استعاره که مزین کرا بشته که کملائمی مشبه بیهیا او تحقیقی مبالغه که دکاته و تقویتی مبالغه که دکاته جا و مبناه على تناسی تشبیهی ومبناه أي مبنى الترشيح على تناسي التشبيه جال البتا أمن أو مزور توضيح ندا كابوشي ترشيح بلاغتيكي قوي تريتي دايا چونكو ترشيح مبالغة تقوية دكاتوا مقامي استعارج مقامي مبالغية وانيا مقامي استعارة مقامك كا متكلم دي هويد مبالغة هبه لتشبيه دا دي باشا ما دام مقام استعارة مقام مبالغة بوسيلي هناني ترشيح مبالغة كتقوية دا بيتوا هزا قوابت اگه ترشيح بيني بلاغتك قويتر دا بي يعني كلامك زياتر دا بي دا قال مقتزاي مقام وانيا ومبناه أي مبنى الترشيح على تناسي التشبيه والدعاء أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء شبيه به مبنى ترشيح مبنى كي لسر فراموش كردني تشبيها ومبنى كي لسر أويك ادعاء دكري كمشبهك خدي مشبه به نكشتك شبيه بمشبه به نكشتكي شبيه بوي هر خودي مشبه به بويا لقل بويا أتودي ملائمي مشبه به ديني حالي بويا تسونا حتى أو حتى يا بو تفريعا حتى إنه يعني فإنه حتى إنه يبني على علو يبنى على علو القدر الذي يستعار له علو المكان ما يبنى على علو المكان حالی بویه سونا پس نتیجه که اویه مادم مبنای ترشیح لسر اویه که ادعا دکره مشبهه که خودی مشبهه بیهیه حالی بویه سونا بخاطری ویه که لو بیت شعری دا کل اندی خینین ونیا مبنی دکره بنا دکره لسر علوی مرتبه کی که علوی مکان با استعارة ورقيرا وبوي واني لسر علوي مرتبكا كعلوي مكان بوي با استعارة ورقيرا لسر علوي مرتبكا بنا دكري شتيك لسر علوي مكان بنا دكري حالي بوي سونا يعني شتيكي كا ملائميكي كدبي بو علوي مكان بهندريت بو علوي مرتبة دهندري واني ها وكوتي كقوله ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء ونيا يعني أو ممدوحيا صعود دكات صعود معنوي منزوري دي
حالي بويا چونا سعودي معنوي منزورة همان بلينبوني مرتبة ومقام بلام سعودي معنوي تشبيك راو بسعودي حسي وانيا دواء اللفزي مشبه به كي يصعدوا استعمال كرا ولا مشبه دا كسعودي معنوية حالي بويا سونا حتى تأوجي كإنساني زور نزان وفكر دكات كإحتياجي كلأسمان دا هيا حالي بويا سونا الآن ليرة شونا ليرة استعار السعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال ليرة الشاعر لفزي السعودي باستعارة ورقرتوبو بلندي بو بلندي مقام بلندي مرتبة ووسركوتن لا بلكاني كمال دا مدارجي كمال حاليبون سونا بس ليرا استعارة كلفزي يصعدويا وانيا استعارة لش معناه كده لمعنى السعودي معنوي دا وانيا للسعودي معنوي دا استعمال كراوة جا ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء باشان شاعر بناي كردو لسر أو علوي قدريا لسر أو صعود معنوية وانيا شون لفزكي بو صعودي معنوي باستعارة ورقرت دواء هاتو الان يصعدو بمعنى صعودي معنوية همان بلين بونوي مقام وانيا معنى الصعود بولا أسمان نيا خو دوايا هاتو شاعر بناي كردو لسر او صعود معنوية شتيكي كا دبي لسر صعود حسي بنا بكري صعود حسي كمان بلينبوني مكانيو برزبونا وبلا أسمانا شتيكي لسر صعود معنوية كبنا كردو ملائمي كي بو صعود معنوية كهنا وكدبي او ملائمي بو صعود حسي بهندريت كتيا من ظن الجهول أن له حاجة في السماء وانيا أويش أويكا إنساني زور نزان قمان دبات كممدوحكا احتياجيكي لأسمان دا هيو بولاي أسمان داروات وانيا دباشا أويكا إنساني جهول إنساني زور نزان قمان ببات كممدوحك لأسمان نزيك دبيته احتياجيك لأسمان داهيا أو مربوطة با مشبه به كصعود حسية لصعود حسي داوايا حالي بيه سونا بلام لرا أو ملائميك كملائمي صعود حسية أو يبو صعود معنوية كهناوا حالي بيه سونا تيجيشتي سونا وفي لفظ الجهولي زيادة مبالغة في المدح خدي لفظ جهوليش كشاعر هناويتي مبالغة زياتر دقيني لمدح ممدوح كذا بو لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يظنه الجهول بخاطر اشتكي كلفظ جهول دا هيا أوش إشارة كردنا بولاي أو نكتيك فقد إنساني زور جاهل فقد إنساني زور نزان او ظنه دبات او فك او گمانه او گمانه دبات که ممدوحه که احتیاجی که به لاسمان ده و الا ممدوحه که هیچ احتیاجی که لاسمان نیا هیچ احتیاجی که لاسمان دانیا و نیا و اما العاقل انسان زور نزانه که وا گمان دبات ممدوحه که احتیاجی که لاسمان ده به بلام و اما العاقل فيعرف انه لا حاجه له في السماء لاتصافه بسائر الكمالات يعني بجميع الكمالات بلام إنساني عقل دزانت كممدوحك هج احتياجيك إلى أسمان دانية شكو متصفة بتواوي كمالات تواوي كمالاتك كبو بشرك تصور ذكر وهذا المعنى مما خفي على بعضهم أو نكتيا مخفي ما وتولى سر بعضك لشاريح كان وانيا بويا هاتون إشكالي أنقرتو لو شعريا فتوهم أن في البيت تقصيرا في وصف علوه واني بويا أو بعضي قمانيا توهميا بردوا كلا بيتك دا كمكاريها لا
توصيف كردني علوي مقام دا حليبي سونا بيان وابو لو بيت الشعري دا كم كاري كرا ولا باس كردني علوي مرتبة دا بوشي كم كاري كراوا أو أندلن بوشي كم كاري كراوا حيث أثبت هذا الظن للكامل الجهل بمعرفة الأشياء وانيا أو أن كتو أنا شنكو أو ظني بو كسيكي كزور جاهل بيت نسبة با ناسيني أشياء أو ظني بوي ثابت كردوا وانيا يعني أو كسيكا زور جاهلة وادا زانيت وانك واد زانت ك او شتي هي واد زانت ك احتياجي كي لاسمان دا هي بو اسمان برز د بيتوا وانيا كنت انا دباش او انسان جاهل واغمان دبا بل ام انسان عقلنا انسان عقل د زانت ك د زانت ك او انسانيه وانيا حالی بیه سونا یعنی او وقتی ضربه و مدحکه دکوه او جماعته کتو یعنی ضربه و مدحکه دکوه چونکو شاعر کتوه تی انسانی جاهل و گمان دکات نسبت به ممدوحی ولی انسانی عقل و گمان نکا نسبت به ممدوحکه پس ممدوحکه هیچ جگه مدح نیا حالی بیه سونا کلبتا اما ردي شن كرده ويدي جواب داو كتن بابا اتفاقا او مبالغة قوي تردك حالي بيه سونا سنكو اوك وانك اوك السعودي معنوي هيا وبلندي مقامي هيا اوشتكي مسلمة بيشكتو مانك والسعودي معنوي هيا وبلندي مقامي هيا وانيا جا او جار انسانی نزان واد زانت که لآسمان دا احتیازی ها به ممدوح که ونیا انسانی زور نزان وافکر دکا بلام انسانی عقل دا زانت که ممدوح که لآسمانش دا احتیازی نیا بی نیازا دی باشا اون مدحکا قوی تر دکا ایدی حالی بوی سونا زانی او بعضی که پیان واب و کمکاری هی لشعر کده چون فکریان کردو توا اوان کتویانا لپیشه دا او شخصه مدح کراوی دی وانی که سعودی معنوی هیا دوایا وانی که ادامه که بوی ده هندرید بو بوی که مدحی زیاتر نشان بده بوی که سعودی زیاتر نشان بده وانیا ادامه که بوی دید لپیش دا باسی وی کراوه که سعودی کردوه ممدوحه که سعودی کردوه وانیا بو جگای بلیند وانیا بو مقامی بلیند بلام لا ادامه دا او بعض شارحانه کتویانه لا ادامه دا شاعر ادامه عبارتکی بوی هنا و ادامه شعرکا بوی که سعودی کی زیاتر بگینه بوی که بلا ممدوحکا سعودی کی زیاتری شی هیا دوایا کتویانه بلام کمکاریکا لوی دایا او که ممدوح سعودی کی زیاتری هبید شاعر کتویتی بظنی انسانی جهول وایا که سعودی زیاتری هبی داش یعنی سی بظني انساني جاهل وايا كسعودي زياتري هبه بلام للا انساني اقل سعودي زياتري نيا دياشا فزاقوا مدحكة تقوية نابي وانا دا حالك دا اما كتن بابا خو اوا وانا كا خو معناكي او جولاني اخو وانا معناكي بو صورتي كاما لبيشي كتمان اوقتي هيچكا مدحة تقوية مدحكة نافوتينيت بلكو مدحكة تقوية دكاتو حالی بیه سونا جا ونحوه ای مثل البناء على علو القدر ما يبنى على علو المكان لتناسي التشبيه
ما مر من التعجب والنهي عنه أي عن التعجب أو إيكا بيشش باسم كرت وكو وكو هر وكو چون هر وكو چون ليرا ليرا أما كتن لسر علوي مقام بنا دكريت شتيكي كا دبي لسر علوي مكاني بنا بكري لبر تناسي تشبيه ونيا شتيكي كدبي لسر علوي مكان بنا بكري لسر علوي مقام بنا كرا لبر تناسي تشبيه جا وكو أو وكوي وايا أو شتيش كلبيش تيبري ما مر من التعجب والنهي عن التعجب أو شتيك لبيش تيبري أويج وكو إيه روايا لسي دا لتناسي تشبيه دا وكو شون لير تناسي تشبيه يا أصلا تو تشبيه فراموش دا كي بو يشتكي كدبي لسر سعودي حسي بنا بكري تو دي لسر سعودي معنوي بنا دا كي واني لبر تناسي تشبيه جهر وكو إيه وايا وكو إيه روايا شتكيش كلبيش تيبري واني أو شتيك لفشة باريتشب من التعجب في قوله قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس يا والنهي عنه أي عن التعجب في قوله لا تعجب من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر وانيا ما مرش وكو إي روايا لتناسي تشبيه دا حالي بيه تسونا وكو تسون ليرا أما تشبيه فراموش دكرت وانيا اما وان دادناك صعود معنويك هر عيني صعودي حسية هر وكو صعودي حسية كاملا عيني ويا حالي بون سونا الان لو دو بيت شعرانش دا كلابيش تيباري كا لا اول داني دا شاعر تعجبي كردوا لدوام دانا دا نهي كردوا لتعجب وقتك او تعجب او نهي لتعجب ادرس دا بيتكا تشبيه فراموش كرابي وإدعاء كرابي كمشبهة كهر عيني مشبه به جاء تعجبك ونهي لتعجبك جيغاي خويدة بو حالي بو يسونا بوتي لوانش دا تناسي تشبيه هيا لو دوانا دا أو دو بيت شعرك فيشي تيباريوا باسا كيان إذ لو لم يقصد تناسي التشبيه وإنكاره لما كان للتعجب والنهي عنه جهة على ما سبق چون اگر لو دو بيت شعرانش دا اگر فراموش كردني تشبيه وإنكار تشبيه قصد نكرابي لبيت لأول داني دا تعجب شاعر ولدوام داني دا نهي لتعجب هيت توجيه كنابت بنا بوجوريك لبيش توزيح كي تيباري حاليبو يتسونا تولى بيت أول دا إنسانك تشبيك راو بشمس قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس شمسي أول استعارة بويدي وانيا دي باشا خو أوك إنسانك سيبر دروسك تعجبينيا إنسانك مشبهة شمس مشبه به شمسي حقيقي وانيا دي باشا أوك إنسانك السيبر دروسكا خو تعجبي ناويت وانيا بلام تشبيه فراموش كراوة ادعاء كراوة كإنسانك هر عيني شمسي حقيقية عيني شمسة ديواشا اوختي شمسك سيبر دروسكات سيبر آفرين بي سيبر دروسكا او تعجبي هيا حالي بو يتسونا تشاو فراموش كراوك يعني او فراموش كراوك انسانك تشبيه كراو با انساني شبيه بشمز منزورة او يعني تشبيهك فراموش كراو حالي بو يتسونا ادعاء كراوك انسانك هر خودي شمسة ديگه انسانك عيني شمز بيت او اختي تعجبي هي كتون شمس سيبر دروز دكا ومن عزب شمس تظللني من الشمس حالي بيسونا اجل بيتي دوام دا
قد زر أزراره على القمر. لفظي قمر استعارة بو ونيا لبدني معشوق ونيا بدني معشوق تشبيك روا با قمر حليبو يتونا دواء دالي دواء نهي كردو لتعجب ونيا كتويتي تعجب مكن لويك تعجب مكن لويك لباسك كون بوا حليبو يتونا جا چاو اگر لیره قمر یعنی انسانی که کشبیه با قمر قمر بمعنی انسانی دی انسانی شبیه با قمر دی باشا اگر لباسکا لبری انسان دا بیو سریعن کن بو بیت او تعجبی هیا چون نهی لتعجب دکا وانی ها ولی ليرا او فراموش كرا وكا انساني شبيه بقمر منزورا وانيا اصلا ادعاء كرا وكا انسانا كهر خودي قمرا ديواشا قمريش لباسيكي كا دوغ مكاني لسر قمر ببستري لباسيكي كا تماسي دقال قمر هبي زو كون دبيت بو شاعر نهي كردو لتعجب كتوية تعجب مكان حالي بو يسونا فتساو ديارا ليرش تشبيه فراموش كراوة وانيا و ادعاء كراوة كإنسانك عيني قمرة وانيا إنسانك عيني قمري حقيقي اقا قمري حقيقي جبيت او اختي نهي لتعجبك جي خويتي دي شاعر كتويتي تعجب مكان شنكو معلومة هموشتك لا أسري نزيق بونا ولا مانجي حقيقي كون دبي سريع كون دبي بوي شاعرش كتويتي تعجب مكان حالي بوي تونا جاء ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام باشان مصنف إشارة كردو بولاي تحقيقي زياتري أو مطلبيا بوي كزياتر تثبيتي بكا أو مطلبيا فقال وإذا جاز البناء على الفرعي مع الاعتراف بالأصلي او شرطك يا جزاك شي دواد الى صفحه بعديده حالي بيت هنا واذا جاز البناء على الفرع مع الاعتراف بالاصل فمع جحده اي جحد الاصل اولى بالجواز او فمع جحده دبتا جزاي ازاي دبتا جوابي ازاي حالي بيه سونا واذا جاز البناء على الفرع اي المشبه به مع الاعتراف بالاصل اي المشبه شو جاري هر متنك معنا كينا ودالي زمانكي كا بنا كردن لسر مشبهن به كفرع الان دالي لتجهتي كرا فرع حالي بيتونا زمانكي كا بنا كردن لسر مشبه به جائز بيت لحالي كي داك اعتراف بأصلكش كرابي كمشبهة يعني لحالي اعتراف بمشبه دا لحالي هناني مشبه دا اقا بنا كدن لسر مشبه به جائز بيت معلومة لحالي نهناني مشبه دا بطريقي اولا بنا كدن لسر مشبه به جائزة بطريقي اولا سنة وقت مشبه اصلا نهاتوا حالي بوية سنة وذلك او الدليل ويكا بوتي مشبه به فرع ومشبه أسلا كبرد الله بوتي أتو مشبه به بفرع نيو بردو مشبهات باصل نيو بردو والله دليل كي أوي وذلك لأن الأصل في التشبيه وإن كان هو المشبه به من جهة أنه أقوى وأعرف راسل لبعض الجهات كرا مشبه به أصلا بل أم لرا مشبه به بفرع نيو برد وانيا دليلي اوي كمشبه به بفرع نيوبرت لبر اويا چونكو
أصل لتشبيه دا هرسن مشبه به يا وانيا مشبه به أصلا لو جهته كقوي ترى لو زي شبه داو وزي شبه معروف ترى لوي دا وانيا لو جهته أصلا بلام لزهتك شو فرع إلا أن المشبه هو الأصل من جهة أن الغرض يعود إليه وأنه المقصود في الكلام بالنفي والإثبات بلام لجهتك ديكرا مشبه أصلا مشبه أصلا لو جهتيرك هدف تشبيهك بولاي مشبهي دقرتوا واني اوني بيشي باسن كرت كتن زور زار فائدة تشبيه بو مشبهي دقرتوا واني ومشبه مقصود لكلام دابو نفي وإثبات واني اتو مشبهك دك يا مبتدا لأول وديهيني لو جهتوا بس مشبه أصلا حالي بو يتونا كما جاء وكوتي مثالي أو مطلبيا لحالك دا كمشبه هاتوا شد لسر مشبه به بنا بكري كما في قوله هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزاء جميلا مثلا وكل قول شاعر دا لو بيت شعر دا كشاعر دلت هي الشمس مسكنها في السماء تو هي الشمس تشبيه أوى خو استعارانية هي الشمس دو طرفي تشبيه هردو كان ذكر كراون هي مشبهة الشمس مشبه به وانيا مسكنها في السماء بلان تو لإدامة دا مسكنها في السماء وانيا محل سكونتك إلى أسمان دايا دباشا أوى ملائمي مشبه به كشمسة شمس وايا حالي بويا تونا دباشا حتى لحالي ذكري مشبه دا ديسان إدامي كلامك لسر مشبه به بنا كردوا وانيا دباشا بطريقي أولا اغا مشبه ذكرنا كرابي بنا كردن لسر مشبه به جائزة حالي بويا تونا او هل مصرايا والدا شاهدي مثالا كيما هل ودايا ابتل إدامج دا هناويتي فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول واني نأتو دتواني صعود يبكي بولايوي بولاي شمس واني نشمسيش دتواني دابزي بولايتو حالي بوية سونا اوش هر مربوطة بشمس حالي بوية سونا فعز الفؤاد عزاء جميلة عزي فعز الفؤاد باب تفعيل أمر من عزاه حمله على العزاء وهو الصبر عزي أمر أمري مخاطبة أبت الشاعر خطاب دقل نفسي خويدك عزي بخوي دلي دلي أتو أتو صبرت يعني تشويق بالصبر بك تشويق بالصبر بك حالي بويا سونا بخوي دلا ها دلا تو تشويق بسبر بكا بصورتي كي جوان حالي بويا سونا بعزاي كي جوان حالي بويا سونا لعزا هو الجيراوا عزا يعزي تعزية بش معنى كعزا هو يعني حمله على العزاء وهو الصبر يعني تشويقي كرت ب عزا بعزا كردن كبعزا كعزاش همان صبرا فلن تستطيع أنت بخوي دلديسان فلن تستطيع أنت إليها أي إلى الشمس الصعود ولن تستطيع الشمس إليك النزول أو إليها وإليك عاملك أنتيا والعامل في إليها وإليك هو المصدر بعدهما إن جوزنا تقديم الظرف على المصدر بنا بويك تقديم ظرف بسر مصدر دا بجائز بزانين لبرويك الظرف توسعي تيدايا بلين تقديم الظرف لسر مصدر كي خوي درستا أو وقتي دتوانين بلين عامل لإليها دا صعودا عامل لإليها ولإليك دا مصدر ما بعدي خويانا واني أو مصدريك بدواي وان دا هاتوا أخا تقدمي معمول بسر
عاملێکی دا کە مەستەر بێ دروست نییە. حڵویە چۆنە چونکو مەستەر لە تەویلی فعلدا دەگەڵ ئەنی مەستەری. وانیا مثلا لرب لتأويل أن يضرب دايا وانيا دي باشا خو أنيش أني مستريا صدارتي كلامي هي بويا معمولي مستر لمستري وبيجنا كوي ولي أجا زرف بيت بعزك في أندروستا حالي بويا سونا كالبتا دستوقي كتويت يو قولي حقيشا كا أجا معمولة كزرف بو دروستا لمستري وبيش كوي او وقتی دلین عاملکان مستری ما بعدی او دوانه و الا بلام اگر تقدیمک بجائز نزانین بلین تقدیمی معمول لسر عاملکی خوی که مستر دروزنی حتی اگر ظرف بی او وقتی فمحذوف او وقتی عاملی او دوانه محذوف یفسره الظاهر عاملکان مستری کی محذوف که مستر مذکورک تفسیری دکاتوا حالي بيتونا فلن تستطيع الصعود إليها الصعود ولن تستطيع النزول إليك النزول حالي بيتونا مسترك محزوف لبيج إليها وإليك داهية كمستر مسكورك تفسير دكاته فقوله هي الشمس تشبيه لاستعارة الان هي الشمس لو مثال اذا كخندما هي الشمس تشبيه استعارانية وفي التشبيه اعتراف بالمشبه لا تشبيه دا اعتراف با مشبه ذكري مشبه الذكر ذكري ونيا ومع ذلك فقد بني الكلام على المشبه به ونيا با وجودي اويك مشبهك الذكر كراوا بلام كلامك ادامي كلامك لسر مشبه به بنا كراوا اعني الشمس كهما شمس وهو واضح كوش معلومه ايدي فقوله واذا جاز البناء على الفرع مع الاعتراف بالاصل شرط جوابه قوله فمع جحده حالي بيسونا او اذا جازيك لبيشي كتمان شرط بو جوابكي ألي ردد جوابكي أو قولي مصنفية كدلت فمع جحده أي جحد الأصلي كما في الاستعارة البناء على الفرع أو لا بالجواز لحالي ذكر أصل دا كتن أصل مشبهة ليرا لحالي ذكر أصل دا أجر بنا كردن لسر فرعي جائز به وانيا دباشا بطريقي او لا لحالي نهيناني اصل دا وانيا وكل استعاري دا ولا استعارة دا اسلك كهمان مشبهكي نايهيني فقل لفظي مشبه به دالي فرعك دالي فقط لحالي نهيناني اصل دا بطريقي او لا وكل استعاري دا ويا بنا كردن لسر فرع او لا دبيت او لا او لا يبجائز بون او لا ترى بويك جائز به واني ابو لانه قد توي فيه ذكر المشبه اصلا شكل استعاري دا اصلا ذكر مشبه بتوري كلي بيچرا وتوا اصلا ذكر نابي مشبه دي باشا مشبه كاصل ذكر نابي و توي فيه ذكر المشبه أصلا وجعل الكلام خلوا عنه ونقل الحديث إلى المشبه به وكلامك خالي ذكر لا مشبه وقصو باسك نقل ذكرت بولاي مشبه به بس بطريق أو لا بنا كردني كلام لسروي جائز دبي جاء وقد وقع في بعض أشعار العجمي النهي عن التعجب مع التصريح بأداة التشبيه لبعضك لشعر كان غير عربي دا شعرك فارسية نهي لتعجب كراوة دقل أويك تصريح بأداة تشبيه شكراوة حاليبون سونا دقل أويك تصريح بأداة تشبيه شكراوة يعني وقتك أداة تشبيهها بي بس يعني مشبهش هيا وأني هاتسا مشبه ذكر جنك رابي مشبه هيا
وأني أجاداتي تشبيه أبو بس يعني كلامك تشبيه دي كلامك تشبيه تشبيه تدايا بس أجوابت هم مشبه به هي هم مشبهها يا حالي ويتونا نهي لتعجب شاتوا حالي ويتونا جا شعرك أولي بزانين محتوى شعرك تيا محتوى شعرك أولي وحاصله لا تعجبوا من قصر ذوائبه تعجب مكن لا لكرتبوني لكرتبوني زلفكاني أو معشوقيا لوك زلفكاني كرتا حالي بو يتونا تعجب مكن بو فإنها كالليل ووجهه كالربيع شن مويكاني سريوي وكو شوايا دموچاوي شي مويكاني سري ككوتو تسر دموچاوي مويكاني سريوي وكو شوايا دموچاوي شي وكو بهار وايا شويج لبهار دا شويج لبهار دا كرت ايدي شوي بهار كرتن هالي بيسونا والليل في الربيع ووجهه كالربيع والليل في الربيع مائل إلى القصر شويج لبهار دا ميل دكات بولاي كرتبونوا جا وهذا المعنى من الغرابة والملاحة بحيث لا يخفى وانيا او معنايك لا شعر شعرك فارسي داهاتوا لغرابته لزرافته لشيرنايتي دا بدرزيك جيشتو كمخفينيا شعر فارسي كي بيابي مغربية شاعرك فارس بني مغربي شعرك اويا ان زلف مشکبار بران روی چون بهار گر کوته هست کوتهی از وی عجب مدار ان زلف مشکبار بران روی چون بهار گر کوته هست کوتهی عجب مدار شب در بهار او بیتی اول بو بیتی دومش یه شب در بهار روی کند سوی کوتهی ان زلف چون شب آمد و ان روی چون بهار جا چرا بتکیه به بحثی ما یعنی او مطلبه چرا بتکیه به بحثی ما هیا وانی هم ربطي ببحثي ما أويا تشاو مشبهتيا زلفو همان زلفو وانك وجه وانيا أو مشبهة مشبه به تيا ليل ربيع حالي بيه سونا دوايا كرتبون كرتبون شتك كدوايا باسي لكردو كرتبون لملائماتي مشبه يا مشبه به لملائماتي مشبه به يا وانيا مشبه به كسيا ليل لملائماتي ويا شوك كرد بيت ولا بهار دا حالي بيا سونا لواقع دا شو دا بيلا بهار دا كرد بيت وإلا مو يكي كبكي وتسر دموچاو هج لزوم يكي نيكا حتما كرد بي حالي بيا سونا دي باشا اما يعني او يك قدم لا مطلبي بيش دسيتا بيشتر يك قدم دسيتا بيشتريش اما بيش دن كود لا استعاري دا مشبه ذكر نكرا بويا كلامك لسر مشبه به بنا دكري ادامي كلام وانيا دوايا اما كتن حتى لو وقتي دا كمشبه الذكر كرابي لو وقتي دا كمشبه ذكر كرابي دي ساندروستا كلامك لسر مشبه به إدامة بدري بنا بكري أو زال ليري يقدم نسيتا بيشي دالي بيزغ لويكا لقال مشبه به دا مشبه ذكر كراوة حتى أداتي تشبيه ذكر كراوة دي سانش بلام شتيق لإدامة دا كتراوة كلاملائماتي مشبه به لواقع دا دي سان يعني كلامك لسر مشبه به بنا كراوة درستيشا وانيا ليرا لواني ديكا يقدم توتا بيشتر
چکو هیچ کە لەگەڵ مشبه و بیدا مشبهات و حتا دادی تشبیهیشی تێدایە. ئەوەنێ ئەن زولف چۆن شەب ئامەد و ئەن ڕووی چۆن بەهار، وانیە ئەداتی تەشبیهیشی حتا تێدایە. وانیە ئەوە تەواو بوو بەحسەیە.